ولد الشاعر السعودي محمد بن شريف بن عبيد الله الجبرتي الإسلامي في عام 1888. ولد بقرية الضبية في وادي ستارة على طريق الهجرة بين مكة والمدينة، ونشأ في ديار قومه بني سليم. نشأ الجبرتي في كنف والديه حتى توفي وكان عمره 14 عاما. بعد ذلك تحمل مسؤولية نفسه في زمن قاس، فاستهل برعي الغنم فترة من الزمن، إلا أن موهبة الشعر طغت عليه فتفرغ لذلك وتزوج وعمره 20 عاما تقريبا. عاش متنقلا كالعادة في البادية إلى أن استقر به المقام في الجموم، وهي بلدة تبعد 20 كيلو عن مكة المكرمة. إن الفترة التي عاشها الجبرتي في ديار بني سليم تعتبر من أزهى أيامه، ففي تلك الفترة كان شابا يتدفق حيوية ونشاط، وكان شعره قويا كشبابه، وهذه المرحلة تعتبر إثبات وجود، لا سيما أن قبيلة بني سليم من أشهر القبائل في الشعر قديما وحديثا، فهناك وجد شعراء يفهمهم ويفهمونه، فبين كل فخذ وآخر مواقف ومناسبات ومعاني بحكم التجاور والحدود والأملاك وغير ذلك، وكل شاعر يعتبر لسان قومي في كل محفل ومناسبة. فجاء الجبرتي جديدا في معانيه، متنوعا في ألحانه وطروقه، فسطع نجمه وعلت مرتبته بين شعراء قبيلته. فمن الشعراء الذين التقى بهم في قبيلة بن سليم كل من زراق بن نفاع الخضيري وأخي خضر وراضي بن عبد الكريم الخضيري وعوض الله بن حميد الإسلمي وغيرهم من الشعراء. بعد ذلك أخذت شهرته تزداد شيئا فشيئا، وتعدت حدود قبيلته إلى القبائل المجاورة كقبيلة حرب المعروفة، حيث التقى بالعديد من شعرائها، منهم حميد بن مبيرك القريقري الحربي أحد أعيان قبيلة زبيد بن حرب وغيره. بعد ذلك اتجه الجبرتي إلى برنامج البادية الذي كان يقدمه مطلق مخلد الذيابي ثم محمد بن شلاح المطيري، وقد أخذ اسمه يتردد بين عشاق المحاورات في أرجاء المملكة، حيث ساهم في اتساع دائرة الشهرة للجبرتي فأصبح معروفا على مستوى المملكة ثم الخليج. بعد ذلك سكن الجموم بالقرب من مكة، والتقى بشعراء المدن التي يختلف معانيهم وطرقهم عن شعراء البادية، فقابل كلا من مستور العصيمي ومطلق الثبيتي وخلف بن هدال وهلال السيالي ومحمد بن تويم الثبيتي وغيرهم من شعراء مكة وجدة والطائف، فزادت شهرته وسطع نجمه في المدن مثل ما سطع في البادية. توفي الجبرتي في مساء يوم الأحد في عام 1993 في منزله بوادي فاطمة الجموم، وقد فقدت الأوساط الشعبية بوفاته شاعرا فريدا أثرى ساحة شعر الرد بأجود الأبيات التي أصبحت أمثالا يرددها معظم محبي الشعر الشعبي. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.